مشدودة، اهدي وهنتكلمه. أنا كويسة جدا وواعية وعارفة أنا بعمل إيه كويس. حلو إنك واعية، عشان كده لازم تسمعيني. مش عايز أسمع منك ولا حرف. أشرف طلقني ودلوقتي. إيه رأيك نأجل الموضوع 5 دقايق عشان يكون كله حلال؟ اسمعي ليلى، أنا عارف اللي أنت فيه ومسامحك، مش هحاسبك ولا على كلمة أنت هتقوليها. أو أنت مش سامع أنا بقول لك إيه؟ بقول لك طلقني ودلوقتي. طب نخليها 10 دقايق، لو اسمعي هنتكلم بعدين، فاهمة ولا لا؟ مش عايزة أتكلم معاك ولا كلمة. ما أنت يا إما هتطلقني يا إما هخلعك. تخلعي مين يا بنت؟ تخلعي مين؟ احنا في سلو هنا، مفيش حد بيتخلع، فاهمة ولا لا؟ ولا فاكراني من الرجال اللي بديه ولا كده، فاهمة؟ ما انا مش هعيش مع واحد خاين وكذاب. لا انا خاين ولا كذاب، اهلك هم اللي خاينين وكذابين، وعيلتك دي كلها زبالة. سيبيني احل مشاكلكم، اللي معرفش جت من فين فوق دماغي. تخلعيني احمد ربنا. صحيح، كنت طلبت منك طلب قبل ما تنزل، فكرت فيه؟ احنا لازم نقعد ونتكلم. مفيش كلام هنقوله بعد النهارده يا اشرف، خلاص الحدوته خلصت بح. ويا ريت بقى تخلصني من الحكايه المقرفه دي وبسرعه. ولو سمحت بقى تنفذ اللي طلبته منك. خلاص انا همشي. تاخد هدومك وتمشي، ومش عايز اشوف وشك هنا تاني. الاسلوب ده كويس؟ ايوه تمام كويس. هي ليلى في ايه؟ يطلقني ودلوقتي. طب اهدي بس وهيعمل لك اللي انت عايزاه. دلوقتي اشرف روح دلوقتي. لا مش هيروح يا اخي، انت ما عندكش دم. ما تطلقني. عندي دم وانا راجل، وانت اكتر واحد عارفه كده. طارق في داهية. بس الحمد لله خلصنا منه.